لا والله، اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من الزغلول بيحكي. شو الاخبار اخوي؟ كويس، حاسه محتوى نار، محتوى متعوب عليه، اسطوري. كل ساعة فيديو؟ كل ساعة فيديو. واسمع، حنزلهم انا بالتدريج، بس انا كاتب فكرة انا وياك لازم نصورها مع بعض. اوكي. فيديو روماني رومانسي مع ابو الرب. بدك تعمل معي فيديو رومانسي؟ تعال هتكتب روم. والله ممتاز. اشهد، اعوذ بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. انت عارف انك مش مظبوط. لا والله مو هيك تفكيري انا. حين احببتك خشيت ان يراك احدهم كما اراك في عيني، فاصبحت ادعو الله كل يوم، اللهم لا تجبره بعيني. طب اقسم بالله حكى حكي احلى من البروبوزل اللي عملته لصبر. جد؟ يا زلمه طلع اي شيء احلى من البروبوزل. البروبوزل رح تحط عليه ميوزك اصلا، خبيت الكلام. ما انا عارفه كلام بعد. ما انا عارف ان انت كلام شطب. كما جملته بعيني ولا تجعله في قلب احدهم كما جعلته في قلبي، حين احببتك صرت افكر فيك. انا بطلت مرتاح. انا بفكر بصبر، ما بفكر فيك. ايه انت شو بتفكر؟ استغفر الله. ايه هات شيبس؟ كول اخوي، انا بدلع اللي بيطلع معي بهالقناه. فارد شو؟ كول صحتين كزين. خلنا نتفكر. قدر الحب، قدر الحب، فانت عندما ياتيك محب قدر هذا القلب. لما تيجي بنت تعتبر لك حبها، قدر مش نكسها. تيجي طيب. ليش كل شو كنا نعمل؟ ما بعرف. هيك انا خطبت. بعد هاي قلت خلص الوضع صار زيادة. طلع شغلة. انا فلت ايدي. طلع ايدينا لسه مشبوكين. يعني نقدر نلفت بعض ونروح. لا بس رجعنا. لا تحاول قاعد معي. يعني مقاطع رومانسية ما عم نلاقي. في رومانس زيادة عن اللزوم، بس شوي يعني شوي حبتين. شوي 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 كان. تعرف انه اليوم صورت فيديو انا ويارا، بتقول لي البنت نزلت ستوري عندها وانا نزلت ستوري عندي. انه اسالونا شو بدكم تسالون انا ويارا. الناس بعتوا لها يلا اخطبي لي زغلول. هي تخطبك ولا انت تخطبها؟ انه يعني منطقة هي تيجي تطلب لك زغلول. انه هم بزنوا عليها انه لازم تخطبي انت بزغلول. والبنت ولا خلص اتفقنا بالاخر انه احنا اصحاب. فريندز اونلي. فريندز براذر ولا مش براذر؟ براذر. بعرف انها بتوجع بس خلص شو بدي اعمل يعني. فالناس هلكينها. عشان هيك نزلت ال 24 فيديو، بدي اشتغل واجيب مصاري واصير ممثل والاقي كراش واخطبها. خلاص ممتاز. طيب اخوي بدي اختبر ذكائك، مش تفضحنا عند بيت حماك. انا كثير ذكي معروف والله. هذا الاختبار الاذكياء فقط. عصر وسيلة الاختبار ذكائك حتما ستخدعك. ألقي نظرة على هذه المتتاليات العددية وخمن ما هو الرقم الموالي الذي يجب اضافته. مش فاهم. سؤال سهل على فكرة. ايش الرقم اللي حيجي بعد هذا؟ اوكي سهل. اذا كان جوابك هو 25 فان تخمينك صائب، لان كل رقم يتناقص بثلاثه ارقام. انا جاوبت 41. والله انا مش عارف شو كنت اجاوب. ام احمد لديها ثلاثه اطفال. الطفل الاول يدعى محمد، اما الثاني يدعى محمود. اوكي، فما هو اسم الطفل الثالث؟ فكر. احمد. محمد. محمود. وين محمد؟ احمد. استنى، محمد محمود. تستعين صديق. هي اسمها محمد. يا زلمه مالك. انا قلت تعرف ليش قلت احمد؟ لانه محمد ومحمود احمد، يعني بكمل. انت جد مركز. والله. يا حبيبي.
قبل اكتشاف جبل إيفرست. ماذا كان أعلى جبل في العالم؟ أنا أتفكر شو كان أعلى جبل؟ أتوقع جبل نيبو اللي في المفرق؟ إيفرست وين؟ مش بالهند؟ والله بعرف تصدق. ساعتعطيك جواب ذكي جد؟ برضو جبل إيفرست، يعني هو بضل أكبر واحد حتى لو ما اكتشفوه يعني. هاي قوي، لو طلع الجواب صح يعني أخذ بكاتيزة. ليس كذلك، إن الجواب الصحيح هو جبل إيفرست، لا طالما كان هذا الأخير الأعلى من بين كل الجبال الأخرى. الله الله، لا شكلك حاضر الفيديو من قبل. لا والله، لا شكلك حاضر. ولا كان ذكي، افهم مخ. طيب السؤال ما عندي. الجملة تعد صحيحة، صفار البيض أبيض أم صفار البيض بيضاء؟ أتوقع الأولى. ولا واحدة صفار الأصفر. لا لا صح، شو الغباء هذا. بس هي أنا عشان قراءتها سهلة الأولى. عمك انت غبي. ليه؟ انت غبي، انا ذكي، انا جد عم بجاوب صح، انا ذكي انت غبي. ما انا مش نايم. بس حتى لو نايم كنت هتكون نفس الشيء يعني. انا عارفك. ايش قاعد تقول؟ اوكي. هل انت مستعد؟ تجاوز عداء ياخد سباقا عداء اخر في المركز الثاني، فما هو مركزه الان؟ جاوب. سهلة. هي جد سهلة. سؤال ما فهمت. واحد طاير اتعدى المركز الثاني، فايش مركزه هلا؟ اول. الإجابة هي المركز الثاني. شايف مين الحمار؟ ربي طلعت مش بطل ولا طلعت مخ؟ مخ مش مخ طبعا. مالك يا زلمة؟ السؤال الأصعب. ولدت هند في 28 من دجنبر، لكنها تحتفل بعيد ميلادها في الصيف، فسر ذلك. شو دجنبر؟ شو يعني دجنبر؟ والله ما في شهر اسمه دجنبر. في ديسمبر. معقول الترك بالكلمة؟ لا. لكنها تحتفل بعيد ميلادها في الصيف، فسر ذلك. هو حبوا هيك يعني. كيفهم هيك؟ كيف في ديسمبر؟ كيف في صح، بدي احكي شيء كثير غبي. احكي في الهند عندهم صيف في ديسمبر. اسمها هند مش في الهند. انت هيك وصلت لمرحلتي ترى. انا جد مسطل، انا مش عارف شو عم نحضر قاعدين. يمكن عايشه في بلد فيها صيف في ديسمبر. ممكن. عرفت الاجابه؟ والله لو جواب زي ما انت حكيت حيخف عقلي. لا ما اتوقع. إذا لم تتمكن بعض من اكتشاف الجواب الصحيح فلا تقلق، فنحن بدورنا أمضينا وقتا طويلا في التفكير قبل أن نحزر الإجابة. الجواب هو ميشيل تعيش في القطب الجنوبي. إن أماكنا كأستراليا ونيوزيلندا. شايف مين ميشيل؟ أصلا اسمها هند، ولك حتى لعب الفيديو مش أذكية. ميشيل تعيش في القطب الجنوبي. شو حكي اسمها هند؟ هند اسمها هند. والله هيك بتذكر، ولدت هند. مين ميشيل؟ أختها هند. إذا فرغم أن عيد ميلاد هند في دجنبر، إلا أن في هذا الشهر يكون الصيف في جزء. مين ميشيل؟ دقيقة شوي، ترى حكيت أنت صح. والله طلعت ذكي يا جماعة. لا طلعت ذكي جد. عشان تعرفوا. عادي يعني بشهر 12 مش ضروري كل شتاء. بالضبط. في بلاد صيف. خلاص استويت. بكفي؟ تعبت. حاب تتسلى بشيء. حاسس حتى صوتت فيديوهات مش فيديو واحد، يخرب بيتك. شو رأيك؟ أنا هيك قاعد بعمل من أتمنى يكون عجبك الفيديو. عجبني كثير كثير. وعجبتك القناة. جماعة اشتركوا في القناة، ترقبوا زغلول بعد ساعة. فيديو بعد ساعة. يلا ليتس جو. باي باي، اشتركوا.